سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ ان شاء الله يصيبكم هذا الفيديو هذا بخير وعلى خير، والحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قبل ما نبدا معكم الفيديو البنات، بغيتكم تدعوا معايا كاع اللي شافت الفيديو. يا ربي يا ربي يا ربي تلطف، يا ربي يا ربي تشافيني وتعافيني، ويا ربي تخليني لبنياتي، ويا ربي تلطف بيا. وثاني حاجه، الله يرحم لكم الوالدين، تبقاو دائما مساندين ندى ونورهان ومساندين القناه. راكم عارفين القناه هي المصدر ديال العيش. كنت شحال هادي يعني كنضارب مع البيع والشراء. دابا انا كتشوفوا فيا، وليت كل نهار في السبيطار، كل نهار فكا، كل نهار بكا، كل نهار مصاريف وهادي وديك. يعني ما كتولي كتحب الحياه ديالك، كتحسي بها بانها توقفات. وفعلا نيت وحق الله العظيم الحياه فاش كتجيك فاش كتجيك هذيك الصدمه، تتوقف تتوقف الحياه ديالك وحق الله. كتحسي بان صافي الدنيا ظلامات، مش بقى يبالك حتى شي حاجه. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. الحمد لله تنحاول البنات، عرفتم ملي وصلوني النتائج ديال لانابات، ديك البيوبسي، وانا ربي اللي عالم بيا. يا اي واحد يعني انا من راسي وجبد، يعني شي حد غيكون فيه السرطان واخا يكون قريب ليا، غادي نحاول وغادي نوسي. كتجيك شويه صعيبه، ولاني كتحاولي وكتواسي وكتشدي بيدي وكتطلعي لي المعنويات ديالو وكتقولي لي راه هادي وديك، ولكن فاش كتسمعي الخبار ديالك انتي احساس اخر. انا راه مرات الوالد راه ماتت بيه، الله يرحم امي عيشه ويغفر ليها يا ربي. ماشي كنت كنشوفها قدامي كل نهار نهار بنهار تتموت عرق بعرق قدامي. كنت كنبقى نطلع عليها في المعنويات ونبقى نضحك معاها ونغني وندير فيها، وهي راه ربي اللي مطالع بداك الحريق. فاش كان الحريق ديال العمود الفقري وديال سميتو الحريق فيها. الحمد لله على كل حال، فتو بيت الليل كامل تنتقفز من بلاصتي، والو النعاس مباش يجيني، وكنبكي نبكي نبكي ونعقب نسكت باش بناتي ما يحسوا بتا شي حاجه، باش بناتي نادا ونورهان ما يحسوا بتا شي حاجه. وكنحاول انني كنضغط على راسي ما نبكيش، تنقول انا انسانه قويه خصنيش نبكي. انا عارفه البنات والدعوات ديالكم ربي ما غيخيبكمش وما غيخيبنيش ان شاء الله يا رب العالمين. غير هي كتجيك ديك الصدمه في الاول، كتجيك قويه، عرفتي العافيه العافيه كتشعل فيك هنايا، العافيه العافيه. كيبقى يبان لك حتى شي حاجه، كيبان لك غير وليداتك صغار، غير وليداتك لمن غتخليهم وفين غتخليهم. هو راه رزق الله سبحانه وتعالى. انا عارفه نهار مات عبد الرحيم يعني راه ما عندنا حتى شي حاجه، 820 ريال اللي بقات لنا في جيبنا، ولكن سيدي ربي عمره ما خصصني رزق دوك اليتامى عند الله سبحانه وتعالى. غير هو فاش كيموت شي واحد موته ديال الغفله وديال الفجاه، ماشي هو شي انسان كيبقى كيموت عرق بعرق قدام وليداته هما كيتالموا. انا قلت لكم انا مرات الوالد امي عيشه يعني ما عشتش معاها، يعني من نهار حليت عيني امي عيشه راه مطلقه بدارها بوليدات اخرين، ولكن مع ذلك كان كتبقى فيا، كنتالم من الداخل فاش كنشوفها في هذاك الحريق وفي هذاك الشيء، وكتعاني مسكينه وعرفت شنو هي سير جيل كازا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عرفتو كاع هاد الشيء، انا عارفه راسي انسانه قويه وغادي نستحمل ان شاء الله على قبل بنياتي. تصوروا ان هاد الشيء كامل شهرين دابا وانا كنمشي ونجي وسميتو خازنه على بناتي وخازنه على كل شيء،
هذه بحد ذاتها راه قوه، باش ان الله سبحانه وتعالى يعطيك واحد القوه انك كتبكي تبكي بحال دابا. انا خارجه عن تقدم يعني، صافي ضاقت بيا، قلت لي ما انا خارجه نمشي نجيب جافيل ونجيب، انا قدام النيس مرجعين، نمشي نجيب جافيل ونجيب ساني كروا اللي خاصه وسميتو، وضحكت معاهم وجدت لي من الغدا داك الشيء وخرجت يعني بحال ما كاين حتى شي حاجه. حتى كنخرج عاد كننفس على الذات ديالي، حيت ما يمكنش انك تبقى 24 ساعه على 24 ساعه في الدار كدير واحد الطاقه وواحد المجهود وضحكي مع وليداتك ونادات تعاود لي على المشاكل ديال ليكول والسوايع وهادي، ونورهان تاهي تعاود لي ونشد لي من الخاطر، امي باغا تمشي للقلعه باغا تمشي هكا خاصها دير هكا، وشاده لها الناس كاملين الخاطر، وسميتو انا من الداخل ديالي ربي اللي عالم بيا يعني. هادي في حد ذاتها راه الله سبحانه وتعالى عطاها لي قوه، ولكن مع ذلك كنفشل، كتجي في واحد اللحظات ديال الضعف، ضروري ما خصني ننفس، ضروري ما خصني نخرج داكشي اللي فيا، حيت انا اللي حاسه براسي، انا اللي عارفه. حيت فجاتني الريزلت ديال لا نابات ديريكتومون قريتها، يعني واخا صيفطها للطبيبه وهنا وصيفطها للطبيبه الاخرى وسميتو، ولكن دخلت قريتها ودرت لها تراديكسيون، عطاتني شنو عطاتني، دخلت اليوتيوب ودخلت لجوجل كنقلب على نوع ديال السرطان، حيت هادشي البنات وبنات اللي ما عارفينش علاش انا مخلوعه، علاش انا الموت راه علينا حق، البنات رانا عارفه الموت راه علينا حق، علاش انا مخلوعه، حيت انا عارفه نوع السرطان اللي عندي كيف داير، وانا ما كنحس تشي حاجة، شتي الأعراض ديالو وما كان حس بوالو، عرفتو راه اللي وريت ليه ما عندي تشي حاجة، ما بين والو، ما بينه وليسيسة والأخرى يالله، يعني كنت كندخل كنقلب أعراض ديالو، ومرة كنقلب واش اللحم حمار، واش داك التشققات، واش الراس دخل، واش خارج شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه ما كاينه عندي انا داك النوع الصامت السريع. واش دخلت كنقلب عليه، علاش تخلعت وانتصدت، وهي اي الصدمه كتخليك واخا كيف تكوني كتنهاري، ولكن ملي زدت دخلت قريت على النوع ديال السرطان اللي عندي، حيت السرطان راه ما كاينش سرطان واحد، السرطان راه تيكون في بلاصه وحده وفي عده انواع، في بزاف ديال النوع، راه الا جيتي تدخلي شحال ديال السرطانات كاين، راه كاين بزاف ديال الانواع، ديك لاباتي هي اللي كتحدد لك النوع ديالها، عليها كيمشي الطبيب النوع العلاج وكيمشي لك اشنو من بعد. السرطان اللي عندي انا البنات دخلوا قلبوا عليه، غادي تعرفوا، سميتو السرطان الغازي، كيمشي في القنوات الحليبيه، كيمشي اوتوماتيكمون للدم والعمود الفقري وكيطلع لك للدماغ، يعني كيديرها بسرعه البرق، سريع بزاف. علاش انا يا خفت وتنبكي وتنغوت، حيت انا اللي عارفه نوع السرطان اللي عندي. قالت لي الطبيبه ان، قالت لي دونك كاينين يعني سرطانات، كاين النوع اللي كيتعاملوا معاه انه كيدار ليه الشيميو هو الاول، يعني باش كيحاولوا انهم يصغروا باش كيديروا عمليه، وكاين نوع اخر اللي كيكون مستعجل يعني بالزربه باش يحاولوا يداركوا الوضع، هو اللي كيدار لي العمليه هي الاولى، وهذا هو النوع اللي عندي انا، يعني انا دابا خاصني عمليه مستعجله، عمليه بالزربه، ولكن خاصهم يشوفوا لان هذا النوع هذا كيضرب جوايه اخرين من غير، يعني كيضرب لك بلاصه وحده تمشي لك كيف ما قلت لكم العمود الفقري، تمشي للدم كيطلع للدماغ، ويقدر يضرب لك الريه، يضرب لك الكبده، كيضرب لك بزاف ديال الحوايج. هادو هما اللي قالوا لي، قال لي لا خصنا عمليه خصك مستعجله، ولاني غادي ديري سكانير وغادي ديري باش نشوفو لك، لانهم شاكين غيكون قايس لي العمود الفقري البنات.
هذا هو علاش كنت كنبكي، ويعني بزاف ديال الناس اللي غادي يقولوا لي لا صباح علاش تبكي، والسرطان، سرطان البنات راه فيه انواع وفيه اشكال. وقلت لكم عرفتوا فاش مشيت للسبيطار، يعني كندخل كل مره وكنشوف هادي وديك، الله يشافي الجميع يا رب العالمين. ولكن فاش كتكوني في واحد الوضع وكتدخلي ليه وكتشوفي، ماشي هي بحال كتسمعي ولا كتقراي ولا حاجه اخرى. يعني تصوروا انني فاش مشيت للسبيطار، يعني بزاف ديال العيالات وداك الشيء اللي دايرين عمليات، كيديروا في الشيمو، كيبقاو يعاودوا لك الالام ديال الشيميو، الام الام ديالو. الله يجعلو برد وسلام على كل مريض بمرض السرطان يا رب العالمين. خلاص بلا ما نعاود لكم العيالات اللي كيعاودوا ليا، وحده قالت لك جاها الدواء بروتوكول ب 25 مليون، وحده قالت لك راه كاينين البراوات اللي بمليون البرا خرجوا ليا 18 برا. راه هادشي اللي كيزيد كيضرني وكيزيد كيألمني، منين الانسان غيجيب الامكانيات انه يدير هادشي كاملين باش يتشافى، وهو عنده واحد الحاله اللي هي خاصو النوع ديال السرطان ما خاصوش يبقى ايطاب باغ ايطاب، خاصو ديريكت العمليه، وخاصو هادي وخاصو ديك، يعني خاصو علاج في اقرب وقت. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد يا ربي، يا ربي تكون معايا يا ربي، يا ربي تكون معايا، ويا ربي تشافيني وتعافيني، ويا ربي تخليني البنيات يا رب العالمين، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، الحمد لله. عرفتوا ملي ملي كتكوني غادية، شوفوا سبحان الله العلي العظيم، الدنيا مبغاش تضحك ليا، سبحان الله. ملي نعقل على راسي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي ما نبكيش، ملي نعقل على راسي بنا تنتحارب، تنتحارب مع الوقت، تحارب مع الزمان، تحارب دوزت الطوبات، ما خليت ما دوزت، دوزت العديان، دوزت ما خليت ما دوزت حياتي كامله وانا كنعقل على راسي وانا كنجري. حتى قلت الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا رجعت الدار لبنياتي وكنصلح فيها وكنقاد فيها، وانا كنتقاتل معاهم وغنقري نادى، واخيرا وجبت ميمتي لعندي، وميمتي مسكينه دابا كي غندير معاه، وانا اصلا انا غنولي خاص اللي يهزني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني تقلت واخيرا الحياه غادي ماشي غضحك ليا، غادي تحبس عليا واحد شويه. الحمد لله، وجانا المرض، الحمد لله المؤمن مصاب، البنات المؤمن مصاب، والله العظيم، يعني الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. انا عارفه فاش غادي نحط هذا الفيديو، كاينين الناس اللي غادي يقولوا حقا، لان كاين اللي غادي يدعى معايا، وكاين اللي غادي يقول لا حقا راه هذا غير يعني غير صباح كذا بدير بحال ما كبش مثلا بوز ولا شي حاجه، مع راه يعني متعودة الانتقادات ومتعودة ان بزاف ديال الناس اللي يعني اللي غادي يكذبوا. ولكن اش غنقول لكم، لا اله الا الله، شوفوا تصوروا، تصوروا ان وليت خازنة هادشي ديال اللي راه من بعد ملي غايشوفوا البنات الفيديوهات، هاد الفيديوهات ما غنحطهم حتى غادي ندير مع بناتي. حتى غادي ندير مع يعني غادي ضروري غادي نقولها لبناتي، وغادي تشوفوا حتى فاش غادي نقولها للبنات ضروري غنحط لكم. خايفه غير على ندى مسكينه، ندى
هنادا لانها حساسه بزاف، واصلا ندى مريضه عند الكريات الحمراء كي يموتوا لي، الله يكون معاها يا ربي. تنضل شاده معاها الخاطر، ونضل نواسي فيها، ونضل نطلع لها في المعنويات ديالها، كتسخف ديما. خاصني نمشي نجيبها من السويح، خاصني نجيبها من المدرسه ونديها، وكي غدير مسكينه وماما هي ولات غتطيح حتى هي. الحمد لله يا رب يكون عويني، يا رب يقويني. انت هادو البنات هادو تصوروا ان هادشي البنات تنخزنو في الرويده سكور. شتي هاد الشيء ديال التحاليل وديال لي ريم وديال كنخزنو في الرويد سكور، والله العظيم قسما بالله العلي العظيم. مش بناتي ما يشوفوش سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هادشي ديال لي زعما لي ديال لي ريم حيت انا عارفه انه بزاف ديال هو بزاف. انا عارفه الناس طوب حجر، يعني كاين اللي يدعى معاك وكاين اللي غيقول لا حيت مولفه شحال من وحده. وبعد المرات كيفاش المرض ديال ندى وسميتو وتيقولوا لا حكا راه غير البوز، لا حكا راه غير هذه، لا حكا غير ديك. المرضى البنات نقول لكم المرض ما كيدارش به البوز، وما عمرني عقلت على راسي درت البوز بشي حاجه ولا يعني غادي جنب الحيط. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله. المرض عمره ما كيدار به البوز، وخصوصا مرض السرطان. مرض السرطان والالام ديالهم ما كيتستغلوش في البوزات، وما كيتستغلوش في لو كان مشيتو نهار واحد، يعني اي وحده او لا اي واحد يقدر يقول ان لا حق انا ما نتيقش هذا الشيء، ولا هذا الشيء يقدر يكون غير بوز، ولا غير يعني تطلع القناه، ولا في الاخر غادي تقول لكم ما عندي والو غير الطبيب غلط ليا ولا شي حاجه. انا كنهضر على هذه الفئه هذه ديال الناس اللي يمكن غادي يقولوا هذا الشيء. دخلنا عليكم بوجه الله، حاولوا تزوروا سبيطار ديال السرطان ولو ساعه واحده، ولو ساعة واحدة، وتشوفوا الناس كيفاش كتعيش الآلام ديالها، وتشوفوا الناس كيفاش أنهم مساكن ملاقيينش باش يشريو الدواء ديالهم، كيفاش أن الناس كيديروا في العلاج الكيميائي. عرفتي تصوروا ديك الحرارة ديال العلاج الكيميائي، عرفتي شنو هو الشيميو؟ تدخل لك هذيك الأشعة للجسم ديالك، الردان والحريق، كي اللي كتضرب ليه الكلاوي، كي اللي كتقيس ليه الكبده، كي كداوي حاجه وكتجيك حاجه اخرى. مرضى ديال السرطان عمرهم ما تيتستغلوا في شي بوز ولا في شي حاجه. والمؤمن مصاب يا ربي، وما نبغي هذا المرض هذا حتى شي واحد، لا سواء صديق ولا سواء عدو ولا سواء اي انسان كيف ما بغى يكون على وجه الكره الارضيه. ما تبغيش ليه هذا العذاب هذا، وما تبغيش ليه هذا المرض هذا. الله سبحانه وتعالى هو اللي يبتلي الانسان، والله هو اللي تيخفف، والله هو اللي تيعفو. وان شاء الله انا واثقه ان الله سبحانه وتعالى فضل الدعوات ديالكم، ربي ان شاء الله غادي يشافيني. يا ربي شافيني ويعافيني البنات، يا ربي يكون معايا ودعوا معايا البنات انه فاش يعني فاش ندير سكانير وندير
ندير داكشي لاخر، لانه هما قالوا ليا دابا مبدئيا حيت باقي ما عارفينش اشنو بالضبط، ما متاكدينش، خاصهم يتاكدوا بالضبط من اشنو قايس ليك هاد النوع، لان بناء على هذيك لاباط كيكونوا عارفين النوع، كيعطيهم النوع ديال السرطان والسرعه ديال الانتشار ديالو. داكشي علاش كيخصهم يتاخذوا واحد الاجراءات اخرين قبل ما يدخلوا لوبيراسيون. انا راه كنقولها للطبيبه، كنقول لها عافاك سربي، ياك العمليه ديالي مستعجله خاصها تكون بالزربه، وعافاكم سربي وديروا لي العمليه باش على الاقل هاد السرطان، يعني الخلايا السرطانيه الام، يعني ما يبقاوش يصيفطوا للجوايه اخرين. قالت لي لا، راه ماشي غير الحق ودير العمليه، راه خصنا ما نبنجوك وما نبداو فيك حتى تنكونوا عارفين بلايص اخرين اشنو تقاس ليك باش تكون عمليه وحده. قالت لي ما يمكنش اننا نديروا لك عمليه اليوم والسيمانه الجايه ولا غدا بعد غدا ونلقاو انه ولا راه ديجا مقيوسين لك بلايص اخرين. يعني خص يكون واحد الفحص شامل، خاص يكون واحد الفحص شامل للذات ديالك باش نشوفه واش مضارب لك غير هاد البلاصه هادي بالضبط اولا ضارب لك بلايص اخرين. لان هذا اللي قلت لكم انا فيه البنات صامت سريع، دخلوا قراو عليه، السرطان الغازي كيضرب لك سميتو العمود الفقري، كيهبط لك لتحت، كيطلع لك الدماغ، كيدوز لك للدم، وديال العمود الفقري سرطان، ادخلوا قراو عليه تشوفوا، سرطان العمود الفقري النقيلي، ماشي الاولي، كاين الاولي وكاين النقيلي. الاولي هو اللي الانسان كيتصاب في سرطان العمود الفقري، هذاك راه كيدار ليه عمليه، اما النقيلي ما كيدارش ليه، يعني اللي كيتنقل من بلاصه العمود الفقري ما كيدارش ليه العمليه. بصوره راسي راه طابع ليا بالتقلاب بجوجل وفي اليوتيوب، فاش كتدخلي كتشوفي بغيتي غير شي واحد يقول ليا راه انا كان فيا داز ليا العمود الفقري وهادي وديك وتشافيت والو، كتلقاي غير الحالات فاش كندخل اليوتيوب كنشوف غير الحالات، تيقول لك ما عندوش العلاج، عنده غير الاشعه الكيميائيه صافي، ولا كان داخل لك في شي بلايص اللي ما كيوصلهمش دوك الاشعه الكيميائيه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر يا رب، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم إني رضيت بقضائك وقدرك، اللهم إني رضيت بقضائك وقدرك، اللهم إني رضيت بقضائك وقدرك يا رب، اللهم انسف السرطان من جسدي كما تنسف الجبال نصفا، اللهم انسف السرطان من جسدي كما تنسف الجبال نصفا، اللهم انسف السرطان من جسدي كما تنسف الجبال نصفا. يا رب العالمين يا ربي، البنات دعوا معايا، دعوا معايا قولوا يا ربي كما تنسف الجبال نصفا انسف السرطان من جسد صباح، يا ربي يا ربي العالمين يا ربي البنات، ويا ربي ما تكونش يعني شي حاجه اللي او تاني اكثر من هذا الشيء هذا يا رب، حيت وحق الله العظيم فين ما كندير شي حاجه كنلقى صدمه اكثر من الحاجه الاولى، كديري في البيوبسي وكديري في ليريم كتلقاي صدمه، ديري في البيوبسي كتلقاي صدمه، يعني انا غادي كنبحث وانا كنخرج شي حوايج من الجسم ديالي، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله على كل حال يا رب، والحمد لله على قضائك وقدرك يا رب العالمين. مهم انا خرجت تعاودت معكم واحد شويه ونفست على القلب ديالي، وغادي نمشي دابا ناخذ جافيل وناخذ سانيكرو ونخزن هادو عاوتاني في رويدة سكور، ونمشي كأن شيئا لم يكن، فقط ضرني راسي وعيانه وخصني نتكاد شي باش كنتحجج لبناتي، يعني فاش كيكونوا في الدار ما كيكونوش في المدرسه، كتلقيني عندي ما سد عليا في البيت، ولا فاش كيجيو عندي تنقول لهم غير ضرني راسي عيانه واحد شويه، ولا شاربه واحد شويه ديال الدواء وصافي، وبالليل كنشرب كينه ديال النعاس باش كننعس، لاني البارح حق الله يمدات مني لحق العباطل.
ما عرفش دابا انا خصني نحبس كاع الدواء، لان صافي فاش عرفت ان عندي السرطان ما خصنيش ناخذ شي دواء بلا استشارة ديال الطبيب. والبارح والله مد مني الدواء ديال النعاس، لا حق لا باطل قسما بالله. واحد الكيله كانت مصيفطه لي عتيقه اختي، كنت كنشرب غير ربع ديالها كندوخ كنعس. البارح مدات مني لا حق لا باطل، بيتي كنتقفز، عرفتي ديك كتشدك من رجليك كتقفزي وكتنوضي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، يا ربي يكون معايا، ويا ربي برد لي هاد الحرقة هادي اللي في قلبي، ويا ربي هون عليا، ويا ربي تكون معايا الحبيب يا ربي. على الأقل نتكالم إن شاء الله الحين. صافي ما يمكنش أنني غادي نخزن على البنات أكثر من هكا، مادام خصني عملية وبالزربة وهادي وديك، يعني ضروري خصني نقولها ليهم. غادي نتكالم أنا شوية إن شاء الله، وغادي نقولها للبنات بوحدهم، ونقولها للوالده حتى هي، وغادي نحاول انني غادي نصور لكم رده الفعل ديالهم. ويا ربي تكون مع بنياتي وتصبرهم فاش غادي يعرفوا. انا عارفه نورها، نورها باقا صغيره، ما يعني ما عارفه والو، مسكينه، ولكن نادر نادر اللي واخده الدقه. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي، الحمد لله يا ربي، الشفاء من عنده. والدعوات ديالكم البنات، دعوا معايا يا ربي تشافيني وتعافيني. ودائما غادي نبقى يعني فين ما عرفت شي حاجه جديده اولا نقدر نفيدكم بها غنقولها لكم. الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم البنات هو يعني ما عمركم تزهزوا صحتكم، عمركم تعطيو صحتكم لشي حد. الجسم ديالي دائما، الجسم ديالي انا حره فيه، ندير فيه اللي بغيت. واش ندير شي فاكسان ولا ما نديروش ولا ندير، المهم الجسم ديالي انا حره فيه. وإلا لقيتو شي حاجه عندكم يعني ما عمركم ما تزهزاو، ما عمركم ما تبقاو ساكتين، تبقاو متبعين غير داكشي اليوتيوب وداكشي جوجل وسميتو لا. لان انا قلت لكم كنت كنضل ندخل نقرا اعراض، كل مره كندخل نشوف الاعراض هادي اشنو بداها، حاله ماشي بحال حاله، حاله ماشي بحال حاله. اللي لقات فيها شي ولسيسه او اللي لقات فيها شي حاجه تمشي تجري دير البيوبسي، هي اللي كتبين، وتمشي تشوف وتقلب مع راساتها. ما تبقاو ساكتين، لان فاش كتشوفي في يعني في الاول ماشي هو كتخليه حتى كيدوز لك للذات ديالك، صعيبه. ولكن الحمد لله على كل حال، انا كنقولها لكم البنات ما تبقاوش شديو على داكشي ديال اليوتيوب اللي كتشوفوا، او لا الاعراض لا ما الاعراض، ما كاين لا اعراض لا والو، راه كاين اللي كيبانوا فيه الاعراض وكاين اللي ما كيبانوش فيه. كاين اللي كيكون عنده الصامت وكاين اللي يعني كيعرف بان عنده السرطان غدا بعد غدا الله يرحمه، حيت يكون فيه داك السريع. السريع راه واعر بزاف البنات، والله يعطيكم الستر، الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم الستر. انا المهم الحمد لله، اللهم لك الحمد على هذا الشيء اللي انا فيه. انا كنحاول غير نقول لكم حيت خايفه عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي يا ربي يا ربي، الحمد لله والشكر لله. المهم البنات ان شاء الله فاش غادي نشوف شنو اللي عندي، واش يعني متاكدين انه عندي في جوايه اخرين العمود الفقري وداكشي او لا لا، ولا ضروري ما غادي نبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله. ويا ربي الله يشافيني ويعافيني يا ربي، والدعوات ديالكم البنات يا ربي، دعواتكم ديما معايا البنات، الله يعاونكم وبالسلامه عليكم.